بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وعلمنا الحكمة والقرآن. أحمد الله تعالى وأشكره وأستعينه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة الكرام، فمن رحاب بيت الله الحرام ينعقد هذا المجلس السابع من مجالس مدارستنا لشرح الإمام تقي الدين ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى على أحاديث عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمة الله تعالى. وهذا المجلس السابع المنعقد هذا اليوم الأربعاء السادس من شهر جماد الأولى سنة 44 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، تتمة لما سبق من المجالس الستة السابقة بعد توقف الأسبوعين الماضيين عن الدرس مؤقتا. وهذا المجلس نتدارس فيه شرح الإمام تقي الدين رحمه الله لسادس أحاديث كتاب الطهارة، حديث أبي هريرة رضي الله عنه في تطهير الإناء إذا ولغ فيه الكلب، سائلين الله التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين. قال الإمام المقدسي رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، ولمسلم أولاهن بالتراب. وله في حديث عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب. هذا الحديث هو الأصل عند علماء الإسلام وفقهاء المذاهب رحمة الله عليهم في مسألة تطهير نجاسة الكلب. وخلاف الفقهاء على تعدد المسائل المتعلقة بهذه المسألة بهذه القضية دائر على هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو مخرج في الصحيحين كما سمعت. وحديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه فرد به مسلم رحم الله الجميع. يقول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، ولمسلم أولاهن بالتراب. وعند مسلم من حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب. قال في رواية أبي هريرة: إذا شرب، وفي حديث عبد الله بن مغفل: إذا ولغ. ولغ أو شرب، يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: المشهور عن أبي هريرة من رواية جمهور الصحابة إذا ولغ، وهو المعروف في اللغة، يقال ولغ يلغ بالفتح فيهما إذا شرب الكلب بطرف لسانه. قال ثعلب: أن يدخل لسانه في الماء وغيره من كل مائع فيحركه، هذا هو ولوغ الكلب. زاد ابن دستويه: شرب أو لم يشرب، بمجرد أن يحرك الكلب الماء أو السائل بلسانه يسمى ولوغا. قال: شرب أو لم يشرب. وقال مكي: فإن كان غير مائع يقال لعقه. وقال المطرزي: فإن كان الإناء فارغا يقال لحسه. إذن هذا هو التفريق اللغوي بين هذه الألفاظ: ولغ وشرب ولعق ولحس. قال: والشرب أخص من الولوغ، لأنه كما تقدم عن ثعلب أن يدخل لسانه في الماء ويحركه، فيكون الشرب أخص من الولوغ. قال: ومفهوم الشرط في قوله إذا ولغ يقتضي قصر الحكم على ذلك، على الولوغ خاصة وليس على مجرد الشرب. هذا الحديث فيه مسائل تعرض لها الشارح الإمام تقي الدين كما سيأتينا في مجلس الليلة. وأهم مسائل الحديث قضية نجاسة الكلب أو طهارته وخلاف الفقهاء.
فالمالكية والظاهرية يقولون بطهارة الكلب، والجمهورون يقولون بنجاسته، وسيأتيك مأخذ كل من الفريقين. المسألة الثانية: هل العلة التي من أجلها جاء الأمر بغسل الإناء الذي يلغ فيه الكلب، هل هي علة تعبدية أو معقولة المعنى؟ فإن كانت معقولة فما هي؟ المسألة الثالثة: مشروعية التتريب في غسل الإناء الذي يلغ فيه الكلب، ومعنى التتريب الغسل بالتراب مرة. مشروعية التتريب وترتيبه بين الغسلات، هل هو أولاً أو آخراً أو في أثنائها؟ المسألة الرابعة: عموم الكلى وعموم الآنية، كما سيأتينا أيضاً فيما تفهم من قوله إذا شرب الكلب، وهذا الأسلوب أسلوب شرط كما تعلمون. إذا شرب الكلب أو إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعاً، إذن هذا الأمر بغسل الإناء سبعاً متى يكون؟ إذا ولغ الكلب، وهذا معنى القاعدة الأصولية: تعليق الأمر بالشرط. متى يجب غسل الإناء سبعاً؟ إذا ولغ الكلب، وإذا لم يلغ فلا يجب الغسل. طيب، والأمر المعلق بالشرط هل يتكرر بتكرر شرطه؟ يعني إذا ولغ الكلب فغسلته ثم ولغ ثانية، فهل تعيد غسله؟ نعم. طيب، غسل ولغ الكلب ولم تغسله، ثم ذهب ورجع وولغ ثانية، وذهب ورجع وولغ ثالثة، فكم مرة ستغسل؟ 7 أو 21؟ إذا ولغ أكثر من كلب فلكل كلب 7 مرات، هكذا؟ هذه المسائل كلها أدار الفقهاء رحمة الله عليهم الحديث عنها استنباطاً من هذا الحديث، وبناءً على التقعيد الأصولي في مسألة الأمر المعلق بالشرط، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، فإذا سمعت مؤذن حيكم كبر فكبرت، قال أشهد أن لا إله إلا الله فقلت مثله، في أثناء الأذان أو بعد فراغه شرع مؤذن المسجد المجاور فأذن، هل يلزمك أيضا متابعته؟ مؤذن ثالث ورابع. إذا سمعتم، فالأمر المعلق بالشرط كيف يتحقق فيه الامتثال واستيفاء المطلوب شرعا؟ وأيضا مثله قوله عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فدخلت وجلست بعدما صليت ركعتين ثم عدت فخرجت لمقابلة شخص أو لتجديد طهارة ورجعت إلى المسجد، فهل تقول الأمر المعلق بالشرط يتكرر بتكرر شرطه؟ الأمر بالوضوء إلى الصلاة: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وهكذا، كلها مما سيمر بنا بعون الله تعالى في شرح هذا الحديث، والله عز وجل الموفق للصواب. قال الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: الأمر بالغسل ظاهر في تنجيس الإناء. أين الدلالة على تنجيس الإناء؟ فليغسله. لماذا أمر بالغسل؟ لماذا أمر بغسل الإناء؟ هذا الآن أحد مآخذ الخلاف بين الفقهاء، فمنهم من يقول: ليس الكلب نجساً ولا شربه أو ولوغه في الإناء لا يكون تنجيساً له، فيقول الجمهور: ألم يقل عليه الصلاة والسلام فاغسلوه، أو قال فليغسله في بعض الروايات، هذا أمر بالغسل. يقول الشارح: الأمر بالغسل ظاهر في تنجيس الإناء. ما وجه دلالته على تنجيس الإناء؟ الأمر بالغسل سيشرح لك الآن كيف، لأن الغسل لا يكون إلا لسبب. لماذا قال ظاهر في تنجيس الإناء ولم يقل نص صريح في تنجيس الإناء؟ نعم، لأنه يحتمل أن الأمر بالغسل لمجرد النظافة وإزالة الاستقذار لا للتنجيس، أرأيت؟ فلما كان ظاهراً
دل هذا على احتمال آخر في فهم الحديث، أليس كذلك؟ ومن هنا اختلفوا، فمن لم يقل بنجاسة الكلب يقول الأمر بالغسل ليس نصا صريحا في الدلالة على النجاسة. فتأمل هذه اصطلاحات العلماء، قال الأمر بالغسل ظاهر ولم يقل نص، لأنه لو كان نصا لانعدم الخلاف وكان القول المخالف غير سائغ في المسألة، لكنه قال ظاهر. إذن ظاهر بمعنى احتماله راجحا مع بقاء احتمال آخر ولو كان مرجوحا. نعم الأمر فيه مسائل. الأولى، الأمر بالغسل ظاهر في تنجيس الإناء، وأقوى من هذا الحديث في الدلالة على ذلك الرواية الصحيحة، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا. هذه رواية مسلم في الصحيح، لكنه قال أن يغسله سبع مرات بالإضافة لا بالتنكير. يقول هذه الرواية التي هي عند الإمام مسلم في صحيحه أقوى في الدلالة على تنجيس الإناء الذي ولغ فيه الكلب. ليش أقوى؟ لأنه قال طهور، والطهارة من أي شيء تكون؟ إما من نجس وإما من حدث. ومعنى الحدث هل يتحقق في الإناء؟ تقول الإناء هذا وقع منه حدث، لا يتحقق الحدث في الإناء، فتعين ماذا؟ تعينت النجاسة. نعم. فإن لفظة طهور تستعمل إما عن الحدث أو عن الخبث، ولا حدث على الإناء بالضرورة فتعين الخبث. هذا مأخذ الجمهور الذين يقولون إن الإناء إذا ولغ فيه الكلب صار نجسا. ما دليل النجاسة؟ قالوا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالغسل، وأصرح منه رواية مسلم: طهور إناء أحدكم، فدل على أنه كان نجسا فيحتاج إلى تطهير. طيب والبقية ماذا يقولون؟ يعني الظاهرية مثلا والمالكية يقولون يمكن أن يقال إن المراد بالطهارة في الحديث الطهارة اللغوية. ما الطهارة اللغوية؟ النظافة. والمقصود طهور إناء أحدكم يعني تنظيفه وليس إزالة نجاسته. إذن الطهارة لغة النظافة من القذر، وشرعا هو رفع الحدث أو إزالة النجس. فيمكن هذا جواب أن يقال إننا نحمل الطهارة في الحديث على المعنى اللغوي لا على المعنى الشرعي. قال النووي رحمه الله: فإن قيل المراد الطهارة اللغوية فالجواب أن حمل اللفظ على حقيقته الشرعية مقدم على حمله على اللغوية. هذه قاعدة، إذا تردد اللفظ بين أن تحمله على معناه اللغوي أو على معناه الشرعي فأي المحملين أولى؟ تحمله على الشرعي لأنه ورد في نص شرعي، ويحمل كل لفظ على مراد المخاطب به أو المتكلم. ولهذا فإن لفظة طهور يمكن أن تقول يراد بها الغسل من إطلاق الأخص على الأعم، وإن جاز العكس، لكن لم تقم على ذلك الدليل الدلالة، وحمل الغسل على الطهور فرع عن ثبوت النجاسة كما سيأتي بعد قليل في كلام الشارح رحمه الله تعالى. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وحمل مالك هذا الأمر على التعبد. أي أمر؟ فاغسلوه. قال لا، ليس للنجاسة. طيب فلماذا أمر عليه الصلاة والسلام بالغسل؟ قال للتعبد، يعني لأمر لا يعقل معناه ولكن ليس لنجاسة الكلب. نعم. قال: وحمل مالك هذا الأمر على التعبد لاعتقاده طهارة الماء والإناء، وربما رجحه أصحابه بذكر هذا العدد المخصوص وهو السبع، لأنه لو كان للنجاسة لاكتفى بما دون السبع، فإنه لا يكون أغلظ من نجاسة العذرة وقد اكتفي فيها بما دون السبع. هذا قول الإمام مالك رحمه الله تعالى في الراجح المعتمد من مذهبه، أن الماء الذي ولغ فيه الكلب طاهر والإناء الذي ولغ فيه الكلب طاهر. ويقول إن الأمر بالغسل هنا في هذا الحديث ليس من أجل النجاسة، بل لأمر تعبدي الله أعلم به، كما أمر عليه الصلاة والسلام بالأمر بالوضوء من أكل لحم الإبل ولا تدرى علته والله أعلم به.
فهذا أمر تعبدي. فهل يقول قائل إن الأمر بالوضوء من أكل لحم الإبل لسبب كذا وكذا في لحمه؟ قد يقال هذا اجتهادا لكنه لن يكون قاطعا أو ملزما، فيقول الأمر تعبدي. قال المصنف رحمه الله: وربما رجحه أصحابه، أصحاب الإمام مالك رجحوا القول بأن الأمر تعبدي وليس من أجل التنجيس. قال: رجحوه بذكر العدد سبعا، لأن ذكر العدد قرينة لكون الأمر تعبديا، وعندئذ فلا علاقة له بمعنى النجاسة. قال رحمه الله تعالى: لأنه لو كان للنجاسة لاكتفي بما دون السبع. ألا ترى أن الاستنجاء لإزالة نجاسة ابن آدم الخارجة منه يكتفى فيه بإزالة عين النجاسة، فإذا استجمر استجمر بوتر في أقل ما يكون ثلاثة في قول بعض الفقهاء، ثلاثة أحجار. ففي النجاسة المغلظة وهي العذرة الغائط أكرمكم الله اكتفى فيها بما دون السبع. قال: فلو كانت العلة النجاسة لما احتاج إلى الوصول إلى العدد سبعا كما حصل في إزالة العذرة، وهي أي نجاسة الكلب لن تكون أغلظ من نجاسة العذرة، وهناك اكتفى الشرع بما دون السبع. فلو كانت العلة النجاسة لكانت مثلها أو دونها في العدد، لكنه لما بلغ بها سبعا دل على أن المقصود تعبدي الله عز وجل أعلم به. قول المصنف رحمه الله: حمله مالك على التعبد لاعتقاده طهارة الماء والإناء. قال النووي في شرح مسلم: في مذهب مالك أربعة أقوال: طهارة الإناء والماء، والثاني نجاسته، القول كالجمهور، والثالث قول ثالث طهارة سؤر الكلب المأذون في اتخاذه دون غيره. ما الكلب المأذون في اتخاذه؟ كلب الصيد وكلب الزرع وكلب الماشية كما في صحيح مسلم وسيأتي بعد قليل. قال: هذا الكلب المأذون في اتخاذه هو الذي لا يكون ولوغه تنجيسا للإناء، وما عداه فيكون نجسا. هذه ثلاثة أقوال. والقول الرابع ليس عن الإمام مالك بل عن ابن الماجشون أنه يفرق بين البدوي والحضري نظرا إلى حال كل منهما واليسر أو العسر في المشقة من التحرز من الكلاب التي تلغ في الآنية، فيفرق بينهما في الحكم، والله أعلم. نعم. قال رحمه الله: والحمل على التنجيس أولى، لأنه متى دار الحكم بين كونه تعبداً أو معقول المعنى كان حمله على كونه معقول المعنى أولى لندرة التعبد بالنسبة إلى الأحكام المعقولة المعنى. رجح الشارح رحمه الله مذهب الجمهور أن الأمر بغسل نجاسة الكلب تعبدي أو معقول المعنى؟ معقول. وما العلة؟ النجاسة، نجاسة الكلب ونجاسة الإناء الذي يلغ فيه الكلب. قال: والحمل على التنجيس أولى. لما؟ قال: لأنه متى دار الحكم بين كونه تعبدا أو معقول المعنى كان حمله على كونه معقول المعنى أولى. لما؟ قال: لأن الأكثر في أحكام الشريعة التعبدية أو المعللة. يقول: لأن الأكثر المعلل. قال: لندرة التعبد بالنسبة إلى الأحكام المعقولة المعنى. هكذا رجح الشارح رحمه الله تعالى، وانتهى إلى ترجيح مذهب الجمهور بهذه القاعدة، وهي أن الأحكام المعقولة المعنى أو المعللة في الشريعة أكثر من الأحكام التعبدية. وللصنعاني رحمه الله في شرحه العدة تعقب على هذه القاعدة عند الشارح رحمه الله، قال: دعوى أكثرية ذلك ممنوعة. يقول: بل الأحكام التعبدية أكثر. اسمع ماذا قال. قال: ولنفرضه في مسألة أحكام الصلاة من تعيين أعدادها وانقسامها إلى ثنائية وثلاثية ورباعية وتعيين أوقاتها وجعل كل عدد لوقت وتعيين أذكارها وأعدادها ومحالها، وكذلك الوضوء من تعدد أحكامه كالتثليث والاقتصار على الأعضاء المعروفة وغسل بعضها ومسح بعض، هل هذه تعبدية أو معقولة المعنى؟
يقول كل هذا تعبدي. يقول وكذلك الزكاة من تعيين الأجزاء المعروفة من الأموال والتفرقة بين الأجزاء المأخوذة، فيؤخذ من النقد كذا ومن الإبل كذا ومن البقر كذا، وتوقيت الأخذ. قال وأما الحج فكل أحكامه تعبدية. قال وبالجملة فالأحكام المعقولة المعنى قليلة جدا بالنسبة إلى مقابلها، والعبودية في الامتثال بالتعبد أظهر منها في المعقول من المعقول المعنى، لأنه انقياد لمحض الأمر، إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى. والمقصود أن تدرك أن لهذه القاعدة نظرا يرى فيه العلماء هذا التفاوت، والذي يبدو والله أعلم أن ما قرره الصنعاني في كون الأحكام التعبدية أكثر إنما هو النظر إلى أصول التشريع، فإن مبنى العبادة التي خلق الخلق من أجلها الانقياد، ومعنى الانقياد التسليم والامتثال، عقل المعنى أو لم يعقل، هذا الأصل ولا شك. فمن نظر إلى أن الأصل في المعاني التعبد بهذا المعنى فهو صحيح، وأن أصول الأحكام من حيث الشرائع والحلال والحرام مبني على التعبد بهذا الاعتبار فصحيح. ومن نظر إلى أن الشريعة لم تخلو في كثير من نصوصها من التصريح بالتعليل أو الإشارة إليه أو ذكر ما يقتضيه أو المناسبة بين الوصف والحكم المتعلق به، فذلك أيضا كثير جدا، وهو الذي قام عليه تأصيل باب القياس عند الفقهاء في كل المذاهب، النظر إلى اتساع الأحكام المعقولة المعنى في الشريعة، فدعوى انحصارها أو محدوديتها جدا أيضا غير مسلم، والله أعلم. قال رحمه الله وأما كونه لا يكون أغلظ من نجاسة العذرة فممنوع عند القائل بنجاسته. نعم ليس بأقذر من العذرة، ولكن لا يتوقف التغليظ على زيادة الاستقذار. نعم هذا رد على ما ذكره عن المالكية أن الأمر تعبدي، والدليل على ذلك العدد 7، وأنه لو كان للنجاسة لكان كالعذرة، لأنه ليس بأغلظ من نجاسة العذرة. قال وأما كون نجاسة الكلب ليس بأغلظ من نجاسة العذرة فممنوع عند القائل بنجاسته، يعني الشافعية والحنفية والحنابلة يقولون الكلب نجس، فلو سألتهم أنجاسة الكلب أغلظ أم غائط بني آدم، فإنهم يسلمون بأن نجاسة الكلب أغلظ، لأن الشرع أمر بغسلها 7. إذن عند القائل بنجاسة الكلب لا يمنع أن تكون نجاسته أغلظ من نجاسة العذرة، يعني نجاسة الغائط. قال المصنف نعم ليس بأقذر من العذرة، ولكن لا يتوقف التغليظ على زيادة الاستقذار، يعني أترى أنه كلما زادت قذارة النجاسة زادت عدد في الأمر بغسلها؟ قل هذا لا علاقة له، الأمر بالتغليظ ليس متوقفا على قدر الاستقذار، بل هذا باب آخر، فيكون عندئذ ما أمر به الشرع من غسل نجاسة الكلب 7 يتفق مع القول بنجاسته، والاعتراض عليه بكونه ليس بأغلظ من نجاسة العذرة ليس مسلما عند من يقول بأنه نجس. قال رحمه الله وأيضا فإذا كان أصل المعنى معقولا قلنا به، وإذا وقع في التفاصيل ما لا يعقل معناه اتبعناه في التفصيل ولم ينقض لأجله التأصيل، ولذلك نظائر في الشريعة، فلو لم تظهر زيادة التغليظ في النجاسة لكنا نقتصر في التعبد على العدد ونمشي في أصل المعنى على معقولية المعنى. أيضا جواب لقول المالكية إن العلة تعبدية ومستندهم ذكر العدد فاغسلوه 7، وسمعت ما قالوا لو كانت العلة هي النجاسة لما احتاج إلى العدد 7، ولاكتفى كما اكتفى في نجاسة البول والغائط بغسله 3. فأجاب المصنف رحمه الله أننا حتى لو قلنا إن المعنى تعبدي، فإذا كان أصل المعنى معقولا لا يمنع أن يكون التفصيل تعبديا، بمعنى أنا أتفق معكم أن العدد 7، ليش 7؟ قل الله أعلم، هذا تعبدي.
هل معنى هذا أنني اتفقت مع المالكية في كون المعنى هنا تعبدين؟ الجواب لا. يقول أنا أقول إن الأصل في الكلب إنه نجس، والأمر بالتطهير منه معقول المعنى وهو كونه نجسا، لكن ليش يغسل سبعا؟ الله أعلم. هل هذا تناقض؟ يقول ليس تناقضا، أن يكون أصل المعنى معقولا وتفاصيل الحكم فيه تعبديا. يقول ولذلك نظائره في الشريعة. مثال إيجاب الزكاة، أن يخرج الغني زكاة ماله حقا للفقير، معقول المعنى أو تعبدي؟ ما المعنى؟ مواساة الفقراء، تمام، الإحسان إليهم، التكافل في الشريعة الإسلامية. لكن ليش نخرج في كل 5 من الإبل شاه، ونخرج في كل 30 من البقر، ونخرج في كل 110 من الغنم؟ لماذا تفاوتت الأعداد؟ ولماذا يجب في الزكاة في الزرع يجب نصف العشر إذا سقي بماء المطر، وربع العشر إذا سقي بالآبار والنضح ونحو ذلك؟ ليش هذا التفاوت؟ ليش في زكاة الزرع آتوا حقه يوم حصاده من غير انتظار الحول، وفي باقي الأصناف لابد من تمام الحول على المال المملوك المالغ نصابا؟ هذه المقادير والشروط وسائر التفاصيل معقولة أو تعبدية؟ تعبدي. يقول هذا مثال أنه يوجد في الشريعة حكم أصله معقول المعنى وتفاصيله تعبدية. يقول فليكن كذلك المسألة في نجاسة الكلب. الأصل أن الكلب نجس، هذه أصل المسألة، تعبدي أو معقول؟ معقول. لكن لو سألتني لماذا أوجب الشارع الغسل 7 مرات؟ سأقول هذا تعبدي. قال رحمه الله وأيضا إذا كان أصل المعنى معقولا قلنا به، إيش يعني معقولا؟ معللا بعلة تعقل تدرك بالعقل. إذا كان أصل المعنى معقولا قلنا به، وإذا وقع في التفاصيل ما لا يعقل معناه في التفصيل لم ينقض لأجله التأصيل. لن أهدم الأصل وقل طالما كان العدد 7 تعبدي، إذن فأصل الأمر بالغسل من نجاسة الكلب تعبدي، أنا لا أنقض الأصل إذا وقع التعبد في التفاصيل. قال ولذلك نظائره في الشريعة. ثم قال ولو لم تظهر زيادة التغليظ في النجاسة لكنا نقتصر في التعبد على العدد ونمشي في أصل المعنى على معقولية المعنى، يعني أنه معقول المعنى لا تعبديا كما يقول المالكية والظاهرية. قال رحمه الله المسألة الثانية إذا ظهر أن الأمر بالغسل للنجاسة فقد استدل بذلك على نجاسة عين الكلب. هذا عند من؟ عند من؟ عند الجمهور، حنفية وشافعية وحنابلة، ماذا يقولون؟ الكلب نجس. طيب السؤال، هل قال الحديث إن الكلب نجس؟ هل قال الحديث إن الكلب نجس؟ ماذا قال؟ قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7. طيب من فين قلتم إن الكلب نجس؟ الأمر بإيش؟ بغسل الإناء. طيب ما الذي نجس الإناء؟ لعاب الكلب أو لسان الكلب؟ طيب فلتقل إن لعابه نجس وليس الكلب كله نجس، أو تقول إن فمه نجس. قال رحمه الله استدل بذلك على نجاسة عين الكلب. الكلب عينه نجسة، وهذا من تقسيم الفقهاء، يقول هذه من أمثلة النجاسة العينية أو النجاسة الحقيقية، معنى قولهم نجاسة عينية التي لا يمكن تطهيرها ولا استحالتها إلى شيء طاهر، نجس. يقول ولهم في ذلك طريقان، يعني كيف قرروا نجاسة عين الكلب والحديث لم ينص عليه. نعم. قال ولهم في ذلك طريقان، أحدهما أنه إذا ثبتت نجاسة فمه من نجاسة لعابه فإنه جزء من فمه. ما هو اللعاب؟ جزء من فمه. قال الصنعاني الأدق أن تقول هو ليس اللعاب جزءا من الفم، بل هو عرق الفم أو مستحلب الفم، الريق ليس جزءا من الفم،
بل هو مستحلب فيه أو عرق الفم كما يقول. نعم. قال: أنه إذا ثبتت نجاسة فمه من نجاسة لعابه فإنه جزء من فمه، وفمه أشرف ما فيه، فبقية بدنه أولى. يقول: إذا كان الفم وهو أشرف ما في الحيوان محكوما عليه بالنجاسة فبقية بدنه أولى. إذن لاحظ كيف استنبطوا نجاسة عين الكلب من الحديث، والحديث إنما ذكر نجاسة اللعاب أو الفم. قالوا: إذا كان الفم نجسا فمن باب أولى أن يكون البدن كله كذلك نجسا. نعم. الثاني: إذا كان لعابه نجسا وهو عرق فمه ففمه نجس، والعرق جزء متحلب من البدن، فجميع عرقه نجس، فجميع بدنه نجس لما ذكرناه من أن العرق جزء من البدن. فتبين بهذا أن الحديث إنما دل على النجاسة فيما يتعلق بالفم، وأن نجاسة بقية البدن بطريق الاستنباط. طيب، هذا محل مناقشة، هل يسلم هذان الوجهان في الاستنباط للدلالة على نجاسة عين الكلب كما قرر الجمهور؟ الوجه الأول أنه حكم بنجاسة الفم، والفم أشرف ما فيه فيكون بقية بدنه أولى بالنجاسة. والوجه الثاني أن اللعاب نجس وهو عرق الفم، فعرق بقية البدن أولى بالنجاسة، فإذا كان الفم نجسا فسائر البدن أولى بالنجاسة كذلك. هذا بطريق الاستنباط. قال المصنف: وفيه بحث. ثم قال: وقد يعترض. يعني هذا المناقشة هنا والاعتراض هو على من يقول بطهارة الكلب، على قول من يقول بطهارة الكلب كما سمعت هم الظاهرية، ومالك في الراجح أو في الظاهر من مذهبه الذي يخالف فيه الجمهور. نعم. وفيه بحث وهو أن يقال: إن الحديث إنما دل على نجاسة الإناء بسبب الولوغ، وذلك قدر مشترك بين نجاسة عين اللعاب وعين الفم. فرق بين الفم واللعاب. والكلب إذا ولغ وضع فمه في الإناء فأدخل لسانه، واللعاب في فمه ولسانه، فكونه ولغ في الإناء قدر مشترك بين أن نحكم بنجاسة اللعاب أو نجاسة الفم. نعم. قال: أو تنجسهما باستعمال النجاسة غالبا، والدال على المشترك لا يدل على أحد الخاصين. هل نجاسة ولوغ الكلب في الإناء لأن فمه ولعابه نجس، أو لأنه متنجس باستعمال النجاسة غالبا؟ هل فم الكلب ولسانه نجس لأنه عين اللعاب وعين الفم نجس، أم لكونه منجس باستعمال النجاسة غالبا، يعني فيما يأكل وما يلعق وما يضع فيه فمه ولسانه؟ يقول: هذا قدر مشترك وهذا محتمل. فإذا كان هذا محتملا فإن الدلالة على المشترك لا تعني الدلالة على أحد أفراده على وجه الخصوص. نعم. والدال على المشترك لا يدل على أحد الخاصين، فلا يدل الحديث على نجاسة عين الفم أو عين اللعاب، فلا تستقيم الدلالة على نجاسة عين الكلب كله. هذا أنموذج يا طلاب العلم لطريقة الفقهاء رحمة الله عليهم في التعامل مع حديث واحد بلفظ واحد يحتمل الدلالة على مسألتين متقابلتين تماما. فهذا قائل بطهارة الكلب وطهارة فمه ولعابه والإناء الذي ولغ فيه، وأن الأمر إنما هو تعبدي مستحب لا واجب كما سيأتيك بعد قليل. والقول الآخر على العكس تماما، أن القول بنجاسة الكلب ونجاسة لعابه والإناء الذي يلغ فيه والأمر لأجل تلك النجاسة. وهذان القولان مع كونهما متقابلين مختلفين تماما، إلا أن مأخذ الاستنباط والاستشهاد والاستدلال عند الفريقين حديث واحد، إنما هو سعة الفهم والفقه في الشريعة استنادا إلى قواعد الأصول. ولذلك نقول مرارا إن إحكام أداة الفهم
وهو قواعد الأصول، وضبطها من أعظم ما يعين علماء الشريعة ومن يسير على مسيرتهم في التفقه والفهم لهذه الأحكام ودراسة الشريعة، أعظم ما يعين على وقوف طالب العلم على قدميه، فيقع له أولا من إجلال أهل العلم في كيفية استنباطهم وسعة آفاق فهمهم، ويقع له ثانيا الإعذار لأهل العلم فيما اختلفوا فيه من المسائل، وأن شيئا من الخلاف لم يبنى على هوى ولا مجرد اجتهاد وشخصي ورأي ذاتي، بل هو نظر في مراد الشريعة وقصدها. ويقع له ثالثا دربة وملكة في التدرب على السير في طريق أهل العلم في تعاملهم مع نصوص الشريعة بناء على ما تقرر في قواعد علم الأصول. نعم. قال رحمه الله: وقد يعترض على هذا بأن يقال لو كانت العلة من المعترض الآن؟ القائل بطهارة الكلب لا بنجاسته. قد يعترض على هذا بأن يقال لو كانت العلة، وقد يعترض على هذا بأن يقال لو كانت العلة تنجيس الفم أو اللعاب كما أشرتم إليه لزم أحد أمرين، وهو إما وقوع التخصيص في العموم أو ثبوت الحكم بدون علته، لأن إذا فرضنا تطهير فم الكلب من النجاسة بماء كثير أو بأي وجه كان ثم ولغ في الإناء، فإما أن يثبت وجوب غسله أو لا، فإن لم يثبت وجب تخصيص العموم، وإن ثبت لزم ثبوت الحكم بدون علته، وكلاهما على خلاف الأصل. طيب، انظر في هذا الاعتراض كيف هو. ماذا لو افترضنا إمكانية تطهير فم الكلب؟ ألستم تقولون إن العلة النجاسة؟ طيب، نحن سنجري تطهيرا لفم الكلب، كيف؟ قال: بماء كثير، سأجعل فم الكلب في مضخة ماء ويتدفق في فمه من الماء الكثير، لتر، 20 لتر، 100 لتر، حتى تطهر النجاسة، وفمه محدود. ألستم تقولون إن النجاسة اليسيرة إذا أتاها الماء الكثير غلبها؟ فنحن نطهر فم الكلب أو ببعض المعقمات المعاصرة اليوم، ونطهر نجاسته حتى نتيقن أنه لم يعد بقيت فيه نجاسة. فما قولك؟ هذا الكلب الذي طهرنا فمه بماء كثير، قال: أو بأي وجه كان. قال: مثل أن يحبس في مكان مدة لا يباشر فيه نجاسة، نقدم له إلا طعام نظيف ونعتني بنظافته وغسله وسائر ما يعمله اليوم عامة من يقتني الكلاب من المبالغة في الاعتناء به ربما أكثر من أولادهم في بيوتهم. فإذا حصل هذا، فجاء هذا الكلب المطهر الذي تأكدنا من عدم تنجيس فمه فولغ في الإناء، فأنت أمامك أحد قولين: إما أن تقول سأغسل الإناء، أو تقول لا أغسله. وعلى كلا الاحتمالين أنت في إشكال. إذا قلت سأغسل الإناء لأنه ولغ فيه، سيعترض عليك: أنا سألتك قبل قليل ما العلة في غسله، فماذا قلت؟ النجاسة. طيب، النجاسة غير موجودة هنا، فأنت أثبتت حكما من غير علته. وإذا قلت لا، طالما تطهر فمه وزالت العلة وهي النجاسة، فإذا ولوغه في الإناء ليس نجسا فلا يجب غسل الإناء، فأنت عندئذ خصصت العموم إذا ولغ الكلب، وأنت استثنيت هذا الكلب. يقول: فكل من تخصيص العموم أو إثباته من غير علته خلاف الأصل. مرة أخرى قال: وقد يعترض على هذا بأن يقال لو كانت العلة تنجس اللعاب أو الفم كما أشرتم إليه لزمكم أحد أمرين، إما وقوع التخصيص في العموم أو ثبوت الحكم بدون علته، وكلا الأمرين خلاف الأصل، لا تخصيص العموم ولا إثبات الحكم من غير علة. كيف يلزم هذان الأمران؟ قال: لأن إذا فرضنا تطهير فم الكلب بماء كثير أو بأي وجه كان، قلت لك كمثل حبسه في مكان لا يباشر فيه النجاسة، فولغ في الإناء، فإما أن يثبت وجوب غسله أو لا، فإن لم يثبت وجب تخصيص العموم،
لأنك استثنيت هذا الكلب من عموم قوله إذا ولغ الكلب أو إذا شرب الكلب. وإن ثبت يعني غسل الإناء لزم ثبوت الحكم بدون علته، وأنت تقول العلة النجاسة، واتفقت معي أن هذا الكلب لا نجاسة فيه الآن، فأثبتت الحكم من غير علة. قال وكلاهما على خلاف الأصل. يقول الصنعاني ولك أن تقول سلمنا صحة الاعتراض واضطراده، فهو يدل على أن الأمر بالغسل ليس علته ما ذكر من تنجيس الفم باستعمال النجاسة، بل أحد الأمرين الآخرين. ما هما؟ ركز معي، هذا الذي يقول لو افترضنا تطهير فم الكلب سيطهره من إيش؟ من النجاسة. هل يطهر النجس إذا قلت إن اللعاب ذاته نجس فهل يطهر بغسله بالماء؟ جواب لا. لو قلت إن الفم عينه نجس هل يطهر بغسله بكلوريكس وتايد ما يطهر؟ ما الذي يطهر؟ إذا قلت إن النجاسة في فم الكلب أو لعابه ناشئة عن مباشرته للنجاسة، نعم هذا الذي يمكن تطهيره. فإذا حتى هذا الاعتراض يمكن الإجابة عنه بأن تقول هذا الاعتراض وارد على قول من يقول إن نجاسة فم الكلب أو نجاسة لعابه ناشئة عن استعماله للنجاسة، لكن من يقول إن نجاسة عين فم الكلب أو نجاسة عين لعابه فهذا لا يرد عليه، لأنه لا يطهر أصلا لا بالماء ولا بحبسه بحيث لا يباشر النجاسة. فعندئذ هذا لا يرد على قول الجمهور اعتراضا سديدا في محله. نعم. قال والذي يمكن أن يجاب به عن هذا السؤال أن يقال الحكم منوط بالغالب، وما ذكرتموه من الصورة نادر لا يلتفت إليه. هذا جواب آخر ذكره الشارح، والأقوى منه ما تقدم قبل قليل، وهو أنه إن كان اعتراضا فهو على القول بأن نجاسة الفم أو اللعاب ناشئة عن استعمال النجاسة، أما القول بنجاسة عين الفم أو اللعاب فلا يرد عليه هذا الاعتراض. وهذا البحث إذا انتهى إلى هنا يقوي قول من يرى أن الغسل لأجل قذارة الكلب، أي لا لأجل نجاسته، وهو قول المالكية والظاهرية. إذا انتهى إلى هنا، لكنه انتهى بالجواب عنه كما سمعت. المسألة الثالثة، الحديث نص في اعتباره السبع في عدد الغسلات. أين النص؟ قال فاغسلوه سبع مرات فليغسله سبعا. الحديث نص في العدد. نعم. وهو حجة على أبي حنيفة في قوله يغسل ثلاثا. هذا أحد الروايات عند الحنفية، وليس هو القول الأوحد في مذهبهم، لأنه حكي عن نقل ابن المنذر أن أبا حنيفة يقول بوجوب الغسل سبعا كالجمهور، لكن هب أن أحد الفقهاء يرى أن نجاسة الكلب تغسل ثلاثا، قال الحديث نص في اعتبار السبع. والطحاوي الحنفي رحمه الله قد نقل عنه الحافظ ابن حجر أنه أجاب في الاعتذار لمذهب أبي حنيفة بالقول بالغسل ثلاثا بعدة أمور، منها أن راوي الحديث أبا هريرة رضي الله عنه أفتى بغسل نجاسة الكلب ثلاث مرات. ما وجه الجواب؟ أنه راوي الحديث، وراوي الحديث أدرى بما روى، فهل يروي سبعا ثم يفتي بالثلاث؟ لا يمكن أن يعارض رواية هو صاحبها إلا لمستند قام عنده، فيقولون إنه ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه أفتى بثلاث غسلات. وعندئذ فهو إما أن يكون اعتقد أن السبع مستحب وليس واجبا، أو نسي ما روى، وطالما قام الاحتمال فإننا لا نستطيع الجزم به. ويجاب عنه أن أبا هريرة رضي الله عنه أيضا ثبتت الرواية عنه في فتواه بأنه أفتى بسبع غسلات، فالرواية الموافقة أو الفتوى الموافقة لروايته أولى من الفتوى المخالفة لروايته. وأجيب ثانيا أن العذرة وهي الغائط أكرمكم الله أشد في النجاسة من سؤر الكلب، ومع ذلك لم تقيد بالسبع، فيكون عدم الالتزام بالسبع في غسل نجاسة الكلب من باب أولى. ومر الإجابة قبل هذا عليه بماذا؟
بأنه لا يسلم أولا، أن هذا أشد في الاستقذار، ولو سلم فإنه لا يلزم أن تبنى عدد الغسلات على درجة الاستقذار. وجواب آخر أن هذا قياس في مقابلة النص، النص يقول سبعا فلا تقس لي على شيء آخر من النجاسات. وجواب ثالث قال إن الأمر بغسل نجاسة الكلب سبعا كان زمن الأمر بقتل الكلاب، وكان هذا في أول الأمر، ثم نسخ الأمر بقتل الكلاب لما قال عليه الصلاة والسلام كما روى مسلم في الصحيح أمر بقتل الكلاب ثم قال ما بالهم وبال الكلاب، ثم رخص في كلب الصيد والغنم وقال إلى آخر الحديث. فيقولون إن في الجواب عن ذلك أنه كان عند الأمر بقتل الكلاب، فلما نهي عن قتلها نسخ الأمر بالغسل، هذا يحتاج إلى إثبات دليل. والظاهر أن رواية هذا الحديث عن أبي هريرة وعبد الله بن مغفل رضي الله عنهما، وهما من متأخري الصحابة إسلاما، ورواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يساعد على ما ذهبوا إليه. ثم قالوا أيضا يلزم الشافعية القائلين بهذا الحديث والغسل بنجاسة الكلب سبعا أن يجعلوه ثمانية غسلات لظاهر رواية عبد الله بن مغفل عند مسلم، قال وعفروه الثامنة بالتراب كما عند مسلم وأحمد. ويجاب عنه بأنه يعني لا تلزم غيرك بما لا تعمل به أنت، بمعنى أنه لو اعتذر الشافعية عن ذلك بجواب لكان متجها فيما لو اتجه إليه القول بالاعتذار عن السبع أصلا، وما لم يقم هناك دليل، فإلزام أولئك بالثمانية كإلزام هؤلاء بالسبعة. والمقصود أن الحديث كما قال الشارح نص في العدد، والعدول عنه إلى دون ذلك العدد بثلاث أو بخمس أو بغسلة واحدة لا يساعد عليه الدليل. وأنتم تعلمون أن من أقوى أمثلة النص في دلالة الألفاظ عند الأصوليين الأعداد، وقوله عليه الصلاة والسلام فاغسلوه سبعا أو فليغسله سبعا، نص لا يساعد على التأويل. نعم أحسن الله إليكم. المسألة الرابعة في رواية ابن سيرين زيادة، في رواية ابن سيرين زيادة التراب وقال بها الشافعي وأصحاب الحديث، وليست في رواية مالك هذه الزيادة فلم يقل بها، والزيادة من الثقة مقبولة وقال بها غيره. نعم، عندما لم يقل مالك رحمه الله في مذهبه بجعل التراب أو التتريب ضمن غسلات نجاسة الكلب في الإناء، قال لم تكن عنده في الرواية. مالك رحمه الله روى الحديث فلم تقع له رواية التتريب، قال هي من زيادة ابن سيرين. يقول الحافظ ابن حجر لم يقع في رواية مالك التتريب، يعني الأمر بالتراب، ولم يثبت في شيء من الروايات. يقول الحافظ ابن حجر ولم يثبت في شيء من الروايات عن أبي هريرة رضي الله عنه إلا عن ابن سيرين، على أن بعض أصحابه لم يذكره. وروي أيضا عن الحسن وأبي رافع عند الدارقطني وعند عبد الرحمن والد السدي عند البزار، ولهذا قال الشارح في رواية ابن سيرين، وإلا فقد وقعت لغيره عند غير الصحيحين. طيب، فإذا لم يقل الإمام مالك رحمه الله بالتتريب لأن الرواية ما وقعت له، هل هذا عذر؟ بلى، هذا من الأعذار التي يرفع بها الملام عن الأئمة الأعلام، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالته أن أحدهم من إجلاله للشريعة ومن تعظيمه للنص لا يتجاوز النص إلا لعذر. فإذا ثبت النص ورأيت الإمام الفقيه الأجل العلم مخالفا للرواية فثمة أعذار، من الأعذار أن الرواية لم تبلغه. والإمام مالك رحمه الله أخرج الحديث ورواه من غير زيادة التراب، لفظ التراب لم تقع له في الرواية، فلهذا لم يقل بها رحمه الله، فهذا عذر له. لكن هذا ليس عذرا لغيره من الفقهاء ممن وقف على رواية التتريب وصحت عنده، فليس له عذر في تركها، فضلا عن التكلف في تأويلها انتصارا للإمام. وهذا ما يقع فيه بعض متأخري أصحاب الأئمة، وهذا من الخطأ أن يبالغوا في الانتصار للمذهب والتكلف
في تأول الأحاديث التي تدل على خلاف ما صار إليه الإمام بين قوسين مع عذر الإمام رحمه الله فيما صار إليه، ولا عذر لهم في من جاء بعدهم. ولهذا قال القرافي رحمه الله: قد صحت فيه الأحاديث، فالعجب منهم كيف لم يقولوا بها. وقال الشارح من دقيق العيد في شرح الإلمام: فما قيل في العذر عن مالك هذا صحيح لمالك إن كان لم يقف عليها من رواية عدل غيره، وليس عذرا أصلا لمن وقف عليها من رواية عدل غيره. رحم الله الجميع. نعم، أحسن الله إليكم. المسألة الخامسة: اختلفت الروايات في غسلة التتريب، ففي بعضها أولاهن، وهي رواية الأكثر عند الإمام مسلم في الصحيح من رواية هشام بن حسان عن ابن سيرين: أولاهن بالتراب. نعم، وفي بعضها أخراهن، وفي بعضها إحداهن. هذه رواية السدي عند البزار، وفي رواية هشام أيضا عن أبي الزناد عنده. إذن رواية تقول أولاهن، ورواية تقول أخراهن، ورواية تقول إحداهن. كان هذا أحد مآخذ بل لم تثبت عنده رواية التتريب، قال هذا اضطراب، فدل على عدم ثبوته، فتركه يغني، لأنك لو أردت أن تغسل بالتراب وقع لك الاضطراب، هل تجعلها الغسلة الأولى أو الأخيرة أو إحداهن من غير ترتيب؟ نعم. والمقصود عند الشافعي وأصحابه حصول التتريب في مرة من المرات، وقد يرجح كونه في الأولى، بأنه إذا ترب أولا فعلى تقدير أن يلحق بعض المواضع الطاهرة رشاش بعض الغسلات لا يحتاج إلى تتريبه، وإذا أخرت غسلة التتريب فلحق رشاش ما قبلها بعض المواضع الطاهرة احتيج إلى تتريبه، فكانت الأولى أرفق بالمكلف فكانت أولى. قال رحمه الله تعالى: رواية أولاهن، وأخرى أخراهن، وثالثة إحداهن. قال: والمقصود عند الشافعي رحمه الله وأصحابه حصول التتريب في مرة، وقد يرجح كونه في الأولى بأنه، وذكر التوجيه. هنا يناقش الفقهاء ما العمل مع هذه الروايات، وهي صحيحة وأصحه عند مسلم أولاهن وفي بعضها أخراهن. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: وطريق الجمع بين هذه الروايات أن يقال إحداهن مبهمة. صح؟ ايش يعني مبهمة؟ يعني أي واحدة تكون. قال: ورواية أولاهن معينة، حددت الأولى، وإن كانت في نفس الخبر فهي للتخيير، يعني أن قال فليغسله 7 مرات أولاهن أو إحداهن، إذا قال أو في نفس الخبر للتخيير. قال: فمقتضى حمل المطلق على المقيد أن يحمل على إحداهما. قال: على أن فيه زيادة على الرواية المعينة، وهو الذي نص عليه الشافعي في الأم والبيطي وغيره، وذكره ابن دقيق العيد والسبكي بحثا، وهو منصوص كما ذكرنا. وإن كانت أولاهن أو هذه شكا من الراوي، فرواية من عين ولم يشك أولى من رواية من أبهم أو شك. يقول الحافظ ابن حجر: فيبقى النظر في الترجيح بين رواية أولاهن ورواية السابعة أو أخراهن. قال: ورواية أولاهن أرجح من حيث الأكثرية والأحفظية، أكثرية من؟ الرواة، وقوتهم في الحفظ على من روى الرواية الأخرى. قال: ومن حيث المعنى أيضا، لأن تتريب الآخرة يحتاج إلى غسلة أخرى لتنظيفه. قال: ونص الشافعي في حرملة على أن الأولى أولى. انتهى كلام الحافظ ابن حجر. بن دقيق العيد رحمه الله ذكر هنا توجيها آخر لماذا رجح أن تكون غسلة التراب أولا. قال: وقد يرجح كونه في الأولى بأنه إذا ترب أولا فعلى تقدير أن يلحق بعض المواضع الطاهرة رشاش بعض الغسلات لا يحتاج إلى تتريبه. يقول: أنت لو وضعت التراب أولا وغسلت الإناء بالتراب ثم جئت فغسلته بالماء ثانيا وثالثا، فأنت تغسل بالماء قد يتطاير رشاش بعض غسلات الإناء بالماء، يتطاير إلى فين؟
إما إلى موضع آخر في الإناء أو إلى ثوبك وأنت تغسل، وكلا الأمرين محتمل. الآن في أثناء الغسلات، هل الإناء طاهر؟ لا، لا تتم طهارته إلا بتمام الغسلات. إذن في أثناء الغسلة الثانية والثالثة الماء المتطاهر من الإناء يحكم عليه بالطهارة أو بالنجاسة؟ بالنجاسة، لأنه لا يزال يزيل نجاسة، كما لو أرقت ماء على نجاسة في ثوبك أو على بدنك تغسلها، فإن الماء المنفصل عن النجاسة متلبسا بها نجس. فإذا أجريت ماء على بول أكرمك الله فغسلت به طبقا أو إناء أو ثوبا، فسال هذا الماء بذلك البول الذي غسله إلى ثوب آخر نجسه، لأنه نقل النجاسة إليه. وهكذا فالماء المنفصل أو المتطاير من رشاش الغسلات ليس طاهرا بعد. قال رحمه الله: فعلى تقديري أن يلحق بعض المواضع الطاهرة رشاش بعض الغسلات لا يحتاج إلى تتريبه، وإذا أخرت غسلة التتريب فلحق رشاش ما قبلها بعض المواضع الطاهرة احتيج إلى تتريبه، يعني جاء موضع في الإناء فلحق به بعض رشاش الغسلات، فإذا نقل النجاسة إليه فتحتاج إلى إعادة غسله بالتراب، لأنه من ضمن الغسلات التي يتحقق بها تطهير الإناء. بينما لو أخرت التتريب فلحق الرشاش ما قبلها بعض المواضع الطاهرة، فيكون التتريب في الآخر يؤخر فيلحق الرشاش ويحتاج إلى تتريبه، فعندئذ تكون غسلة التتريب في الأول أرفق بالمكلف فكانت أولى. مراد ابن دقيق العيد هنا أنه عندما يغسل جزء من الإناء الذي ولغ فيه الكلب، فإن جعلت غسلة التتريب أولا ثم غسلت الجزء الثاني فأصاب الرشاش كما قلنا الجزء الذي غسل أولا فإنه ينجسه فيغسل، لكنه لا يحتاج إلى تراب ثان، بخلاف ما لو أخرت التراب فإنك تحتاج إلى تتريب حتى تتحقق من إزالة عين النجاسة. وحاصله أن هذا الموضع المصاب بالرشاش منزل منزلة الإناء الذي ولغ فيه الكلب، فتعامله من جديد بغسلات سبع إحداهن بالتراب، ولا أثر لتتريب الإناء الذي صدر الرشاش عنه. هذا من الترجيح الذي يذكره الفقهاء في مسألة غسلة التتريب وموضعها في ترتيب هذه الغسلات. نعم، أحسن الله إليكم. المسألة السادسة: الرواية التي فيها وعفروه الثامنة بالتراب تقتضي زيادة مرة ثامنة ظاهرا، وبه قال الحسن البصري، وقيل لم يقل به غيره، ولعله المراد بذلك من المتقدمين، والحديث قوي فيه، ومن لم يقل به احتاج إلى تأويله بوجه فيه استكراه. وعفروه الثامنة بالتراب، واضح وصريح أن الغسلات كم؟ ثمانية، ذكر العدد وعفروه الثامنة. قال إن الحسن البصري رحمه الله قال به، ويقول غسل نجاسة الكلب سبع مرات بالماء وثامنة بالتراب، قال ولم يقل به غيره. قال الحافظ ابن عبد البر في الاستذكار: ولا أعلم أحدا أفتى بذلك غيره. لكن الإمام أحمد في رواية حرب أيضا قال به، ونقل عن الشافعي أنه قال هو حديث لم أقف على صحته. فعلى كل حال هذا القول عن الحسن البصري والرواية رواية حرب عن الإمام أحمد عمل بهذه الرواية وعفروه الثامنة بالتراب. يقول الشارح: والحديث قوي فيه، في ماذا؟ في الغسلة الثامنة أن تكون بالتراب. بعضهم في الجواب عن هذا الحديث جنح إلى الترجيح بين رواية أبي هريرة وحديث عبد الله بن مغفل التي فيها وعفروه الثامنة بالتراب، لكن الترجيح لا يصار مع إمكان الجمع كما تعلمون، والأخذ بحديث عبد الله بن مغفل وعفروه الثامنة يستلزم الأخذ بحديث أبي هريرة لأن قال فاغسلوه سبعا، يعني هو متضمن لحديث أبي هريرة وزيادة، بخلاف الأخذ بحديث أبي هريرة فإنه يستلزم ترك رواية عبد الله بن مغفل. وإذا كان في أحد الحديثين زيادة
ليست مناقضة بل فيها تضمن مع قدر زائد، والزائد لها راو ثقة، فإنه مما يتعين الأخذ به. فرواية مالك بدونه بدون ذكر التراب أصلا عندئذ سيكون مأخذا لمن يقول بتركها لوقوع التفاوت في غسلات التراب. وذكر النووي في شرحه لصحيح مسلم أن المراد اغسلوه سبعا، واحدة منهن بالتراب مع الماء، فكان التراب قائما مقام غسلة فسميت ثامنة. لكن فيه تكلف لا يخفى، ولهذا قال الشارح: ومن لم يقل به احتاج إلى تأويله بوجه فيه استكراه، يعني فيه ارتكاب لمحمل فيه تكلف مستكره، يعني غير مقبول عند المحققين من العلماء. أوجز تقي الدين ابن دقيق العيد رحمه الله الاعتراض على تأويل من أول بهذه الجملة الموجزة، قال: ومن لم يقل به احتاج إلى تأويله بوجه فيه استكراه. لكنه رحمه الله في شرحه الإلمام ذكر الوجه المستكره لمن أول الرواية وعفروه الثامنة بالتراب. قال: لأنه إما أن يكون جعلها ثامنة، فالتراب جنس غير الماء، فجعل اجتماعهما في المرة الواحدة معدودا باثنتين. قال: وإما أن يكون محمولا على من نسي استعمال التراب في السبع فلزمه أن يعفره ثامية. قال ابن دقيق العيد: وأما التأويلان فمستكرهان مخالفان للظاهر مخالفة ظاهرة، لأن قوله صلى الله عليه وسلم فاغسلوه سبع مرات، ذكر السبع فيه لبيان عدد الغسلات التي دل عليها قوله فاغسلوه، واضح؟ وقوله عفروه الثامنة بالتراب إما أن يحافظ فيه على معنى الغسلة كما هو في سبع مرات، كأنه قيل الغسلة الثامنة بالتراب أو لا. فإن حفظ على ذلك فإلقاء التراب في الماء لا يطلق عليه اسم الغسلة، وإن كان التعفير بأن يذر التراب على المحل فاللفظ لا يقبله أصلا، وإن لم يحافظ على معنى الغسلة فكأنه قيل الفعلة الثامنة بالتراب، فهو أبعد أيضا، لأن قوله صلى الله عليه وسلم وعفروه الثامنة بالتراب ظاهر في كونها غسلة ثامنة. قال: ومخالفة هذا الظاهر إن كان سببها الرواية التي فيها السبع فلا معارضة بينهما لحصول الزيادة في هذا الحديث، إلى أن انتهى إلى قوله: وأما التأويل الثاني وهو حمله على من نسي استعمال التراب في السبع فبعيد جدا، لأنه حمل اللفظ العام الوارد في غير سبب خاص لأجل تأسيس قاعدة شرعية، حمله على أمر نادر عارض، وهو من التأويلات المردودة كما عرف في فن الأصول. وبه رد الشافعية على الحنفية حملهم الحديث الدال على اعتبار الولي في نكاحي في النكاح على المكاتبة دون الحرة، يقصد حديث أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها، فلما حملوه على المكاتبة دون الحرة وقيدوا اللفظ العام الوارد على غير سبب خاص على الصورة النادرة كان تأويلا مستكرها. قال: هذا فمن جنسه الذي يكره فيه هذا التأول التأويل المتكلف، والله أعلم. المسألة السابعة قوله صلى الله عليه وسلم فاغسلوه سبعا أولاهن أو أخراهن بالتراب. هذه المسألة السابعة في بيان كيفية الغسلة بالتراب. لو كان عندك إناء ولغ فيه الكلب فجئت تطبق الأمر الشرعي وتغسله سبعا أولاهن بالتراب، فكيف غسلة التراب؟ تأتي بالتراب فتجعله في الإناء فتديره فيه، أو تجعل عليه قدرا من الماء فتخلطه به ثم تدلك به الإناء، أو تذر التراب على الإناء، ما كيفية الغسل؟ نعم. قوله صلى الله عليه وسلم فاغسلوه سبعا أولاهن أو أخراهن بالتراب. يقول الإمام النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم: قال أصحابنا معنى الغسل بالتراب أن يخلط الماء بالتراب حتى يتكدر، ولا فرق بأن يطرح على التراب أو التراب على الماء، يعني إما أن تأتي بماء فتسكب فيه، أن تأتي بتراب فتسكب فيه ماء فتخلطه به، أو أن تأتي بماء
فتضع فيه التراب فيتكدر به. قال: أو يأخذ الماء الكدر من موضع فيغسل به، فأما مسح موضع النجاسة بالتراب فلا يجزي. نعم. المسألة السابعة قوله صلى الله عليه وسلم: فاغسلوه سبعا أولاهن أو أخراهن بالتراب، قد يدل لما قاله بعض أصحاب الشافعي أنه لا يكتفى بذر التراب على المحل، بل لا بد أن يجعله في الماء ويوصله إلى المحل. ووجه الاستدلال أنه جعل مرة التتريب داخلة في مسمى الغسلات، وذر التراب على المحل لا يسمى غسلا، وهذا ممكن. لما يقول فاغسلوه سبعا أولاهن أو إحداهن بالتراب، متى تقول غسل بالتراب؟ تقول غسل بالتراب الباء للمصاحبة أو للاستعانة، ويصدق الأمران على هذه الصورة، أن تجعل التراب في الماء كما قلنا حتى يتكدر، أو أن تجعل الماء على التراب ثم تجعله في الإناء فتغسله به. لكن مجرد ذر التراب على الإناء فإنه لا يكون غسلا بالتراب، وهو النظر إلى طريقة اللفظ ودلالته. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وفيه احتمال، لأنه إذا ذر التراب على المحل وأتبعه بالماء يصح أن يقال غسل بالتراب. هل يصح هذا؟ لو جئت بالإناء وأتيت بالتراب في يدك ثم جعلت تذر التراب على الإناء أو على موضع نجاسة الكلب فيه، تجعل التراب هكذا على موضع النجاسة ثم أجريت عليه الماء، هل يصح أن يقال هذا غسل بالتراب؟ قال: فيه احتمال. لما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الميت: اغسلوه بماء وسدر، كيف يستعمل السدر في غسل الميت؟ طيب، لو جئت بالسدر المطحون فجعلته على جسد الميت ثم أجريت عليه الماء وغسلته به، هل يصح أو تقول لا، لابد أن تجعل السدر في الماء فتخلطه به ثم تغسله به؟ طيب، هنا مناقشة، لأن المأخذ واحد، تقول فاغسلوه أو فليغسله بالتراب، وقال هناك اغسلوه بماء وسدر، فكيف يكون الغسل بالشيء مع الماء؟ هل يلزم خلطه به أو يجوز استعماله منفصلا عن الماء؟ فما ستقرره هناك وارد هنا. نعم. وفيه احتمال. قال: وفيه احتمال، لأنه إذا ذر التراب على المحل وأتبعه بالماء يصح أن يقال غسل بالتراب، ولا بد من مثل هذا في أمره صلى الله عليه وسلم في غسل الميت بماء وسدر. طيب، ركز معي، لما قال اغسلوه بماء وسدر، وهذا من مواضع وجوب الغسل، وهو الميت المسلم قبل تكفينه ودفنه، وجوب غسله هو لتطهير الميت قبل الصلاة عليه وقبل تكفينه ودفنه. الماء الذي يصح به التطهير هو الماء الطهور، أليس كذلك؟ طيب، ووضع السدر في الماء، والسدر طاهر، عند من يقول إن الماء إذا خالطه طاهر فقد الطهورية، فلو خلطت السدر بالماء ثم غسلت به الميت أنت في الحقيقة ما غسلته بماء طهور، واضح؟ خصوصا عند من يرى أن الغسلة الواحدة مجزئة، فلو أتيته بماء مخلوط بسدر وغسل به الميت لا يحصل عنده تطهير الميت، لأن الماء المستعمل غير طهور. هذا عند من؟ عند من يقول إن إن الماء المخلوط بطاهر يفقد طهوريته أو يسلبه الطهورية، فيتعين عندئذ أن تقول، يعني هذا الذي مذهبه إن الماء إذا خالطه طاهر سلبه الطهورية، كيف سيغسل الميت؟ ليس له إلا أن يذر السدر على جسد الميت ثم يمر الماء عليه، فيقع الماء على بدنه وهو طاهر والماء طهور، يقع به التطهير. قال: يلزمك مثل هذا هناك، فإذا صح هذا هناك، مع أنه قال فاغسلوه بماء وسدر،
فما المانع أن يكون كذلك بذر التراب على محل النجاسة في الإناء ويصدق أن يقال غسلناه بالتراب مع الماء؟ نعم، ولا بد من مثل هذا، ولا بد من مثل هذا في أمره صلى الله عليه وسلم في غسل الميت بماء وسدر عند من يرى أن الماء المتغير بالطاهر غير طهور، إن جرى على ظاهر الحديث في الاكتفاء بغسلة واحدة إذ بها يحصل مسمى الغسل، وهذا جيد، إلا أن قوله وعفروه قد يشعر بالاكتفاء بالتتريب بالطهور. إلا أن قوله، وفي بعض النسخ المحققة جملة مستأنفة، وقوله وعفروه قد يشعر، والمعنى لا يختلف كثيرا. إلا أن قوله وعفروه قد يشعر بالاكتفاء بالتثريب بطريق ذر التراب على المحل، فإن كان خلطه بالماء لا ينافي كونه تعفيرا لغة فقد ثبت ما قالوه، ولكن لفظة التعفير حينئذ تنطلق على ذر التراب على المحل وعلى إيصاله بالماء إليه، والحديث الذي دل على اعتبار مسمى الغسلة إذا دل على الحديث الذي دل على اعتبار مسمى الغسلة يعني فاغسلوه سبعة، يعني في فرق بين رواية عفروه الثامنة بالتراب وبين لفظ فاغسلوه سبعا أولهن، فجعل التراب غسلة وهناك جعل التراب تعفيرا، ففرق بين التعفير والغسل بالتراب. التعفير يصدق على ذر التراب، تقول عفر الإناء بالتراب بمجرد أن يضع التراب فيه ثم يوصل الماء إليه يصدق عليه أنه عفر الإناء بالتراب، لكن الغسل بالتراب لا يكون إلا بإيصال الماء. قال والحديث الذي دل على اعتبار مسمى الغسلة، نعم، والحديث الذي دل على اعتبار مسمى الغسلة إذا دل على خلطه بالماء وإيصاله إلى المحل به فذلك أمر زائد على مطلق التعفير على التقدير الذي ذكرناه من شمول اسم التعفير للصورتين معا، أعني ذر التراب وإيصاله بالماء. نعم، يعني يريد أن يقول إن الصورة التي خصها بعض الفقهاء وهي خلط التراب بالماء ثم إيصاله إلى الإناء أمر زائد على ما اقتضاه مطلق التعفير، لأن مطلق التعفير على تقدير شموله للصورتين يصدق على أن تذر التراب ثم تصل الماء به أو أن تخلطه بالماء ثم تغسل به الإناء. نعم، المسألة الثامنة، الحديث عام في جميع الكلاب. أين العموم؟ إذا شرب الكلب، إذا ولغ الكلب، أين أداة العموم؟ نعم، اسم الجنس هنا المحلى بأل، الكلب، ما كان يقصد كلبا واحدا، فتحمل أل هنا على العموم، كل الكلاب، أي كلب إذا ولغ إذا شرب، سواء كان كلبا بريا أو كلبا وحشيا أو كلبا أهليا مستأنسا أليفا أو كلبا يربى في البيت أو كلبا يعتنى به العناية الفائقة من النظافة والغسل والاعتناء، لا فرق، إذا ولغ الكلب. ويدخل في ذلك الكلب المأذون في اتخاذه مثل كلب الصيد والماشية والزرع والكلب المحرم اقتناؤه، كل ذلك داخل في العموم. نعم، الحديث عام في جميع الكلاب، وفي مذهب مالك قول بتخصيصه بالمنهي عن اتخاذه، والأقرب العموم. ما المنهي عن اتخاذه؟ عدا المأذون في اتخاذه. قد تقدم معكم أن رواية مسلم في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب ثم قال ما بالهم وبال الكلاب، ثم رخص في كلب الصيد والغنم وقال إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنة في التراب، وفي رواية بمثله، غير أن في رواية يحيى بن سعيد من الزيادة قال ورخص في كلب الغنم والصيد والزرع، قال وليس ذكر الزرع في الرواية غير يحيى، يعني ابن سعيد. فهذه الأنواع المأذون في اتخاذها، وهي في مقابل النهي عن اقتناء غيرها، وفي الصحيحين قوله عليه الصلاة والسلام من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراط، وهذا في التشديد على اقتناء الكلاب والنهي عن اتخاذها، فضلا عن الأحاديث
التي دلت على المنع من بيع الكلاب، وأن ثمن الكلب خبيث، كما صح بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرواية من أحاديث عدة. فالمقصود أن الحديث هنا إذا ولغ الكلب أو إذا شرب الكلب عام في جميع الكلاب، يشمل الكلاب المأذونة باتخاذها، والكلاب الممنوع من اتخاذها، والكلاب التي أباح الشرع استعمالها ككلب الصيد ونحوه، والكلاب الأخرى سواها. يقول: وفي مذهب مالك قول بتخصيصه. تخصيص إيش؟ تخصيص الأمر بالغسل بالمنهي عن اتخاذه. إيش يعني؟ يعني الكلب الذي أذن في اتخاذه كلب الصيد والماشية والزرع لا يغسل من ولوغه في الإناء، والكلب غير المأذون في اتخاذه، كلاب الشوارع والكلاب السائبة أو الكلاب التي تربى في البيوت ترفاً واستئناساً بها من غير شيء من وجوه الحاجة، فإن ولوغها في الإناء تنجيس يجب غسله. السؤال: لما قال مالك رحمه الله أو لما ثبت هذا القول في مذهبه، هل هو تخصيص للعموم في قوله إذا شرب الكلب إذا ولغ الكلب؟ الجواب نعم. السؤال: أين المخصص؟ الأصل في العموم إبقاؤه على عمومه، ومن ادعى التخصيص فعليه الدليل. أين الدليل أو أين القرينة؟ نعم، ليس هل هناك حديث اغسلوه إلا إذا كان كلبا مسموحا في اتخاذه؟ من أين خصص الإمام مالك رحمه الله؟ المأذون هناك اتخاذ الكلب، وليس الاستثناء من غسل نجاستها. يعني يقول الجمهور شافعية ومالك وحنفية وحنابلة، يقولون كلب الصيد، كلب الماشية، كلب الزرع مأذون باتخاذه ولا حرج فيه ولا إثم، لكن إذا ولغ فاغسله سبعا. فمن أين استثنى مالك رحمه الله هذا النوع المأذون فيه؟ نظر إلى المعنى، يقول: المناسب لإذن الشارع في اقتناء تلك الكلاب التخفيف على أصحابها ورفع الحرج عنهم، وهذا لا يكون إلا بالعفو في ولوغها في الآنية ألا تكون منجسة وألا يؤمر بغسلها. فنظر رحمه الله إلى المعنى، هذا أيضا من بعد الأفق عند الفقهاء في مسألة النظر إلى القرائن الصارفة أو المخصصات التي قد لا تكون لفظا صريحا، لكنه النظر إلى نصوص أخرى ذات معان مناسبة ولها ارتباط فيقول فيه الشارح ما سيذكره بعد قليل. نعم. المسألة الثامنة: الحديث عام في جميع الكلاب، وفي مذهب مالك قول بتخصيصه بالمنهي عن اتخاذه، والأقرب العموم لأن الألف واللام. أي ألف ولام؟ الكلب. نعم، إذا شرب الكلب أو إذا ولغ الكلب. لأن الألف واللام إذا لم يقم دليل على صرفها إلى المعهود المعين فالظاهر كونها للعموم، ومن يرى الخصوص قد يأخذه من قرينة تصرف العموم عن ظاهره، فإنهم نهوا عن اتخاذ الكلاب إلا لوجوه مخصوصة، والأمر بالغسل مع المخالطة عقوبة يناسبها الاختصاص بمن ارتكب النهي في اتخاذ ما منع من اتخاذه، وأما من اتخذ ما أبيح له اتخاذه ككلب الصيد أو كلب الماشية أو كلب الزرع، وألحق به الفقهاء كما تعلمون الحاجة سوى هذه الثلاثة ككلب الحراسة أو كلب التفتيش فيما يتعلق ببعض الممنوعات كالمخدرات والمتفجرات، فإنها كلاب معلمة وفيها مصلحة، ويتحقق من اقتنائها واتخاذها مصالح لا مصلحة، فألحقها بها الفقهاء. قال: وأما من اتخذ ما أبيح له اتخاذه فإيجاب الغسل عليه مع المخالطة عسر وحرج، ولا يناسبه الإذن والإباحة في الاتخاذ. يقول: هذا مراعاة لحكمة الشريعة ومقصودها. أترى الشريعة التي استثنت هذه الأنواع من الكلاب وأذنت للمكلفين باقتنائها،
يقول هذا الإذن باقتنائها لا يناسبه في النظر إلى مقصود الشارع وحكمته وما عهد أيضا من أحكام الشريعة، لا يناسبه إلا العفو والتخفيف في سؤر تلك الكلاب وعدم الحكم بنجاستها إذا ولغت في الآنية. أما لو قلت يباح اتخاذها ومع ذلك يجب الغسل من سؤرها، يقول فإن فيه حرجا ومشقة، هي عقوبة إنما تناسب من وقع في المنهي عنه واتخذ من الكلاب ما لا يؤذن له في اتخاذه، فيكون من العقوبة المناسبة له الأمر بنجاسة سؤر الآنية التي ولغت فيها تلك الكلاب. أحسن الله إليكم. قال: وهذا يتوقف على أن تكون هذه القرينة موجودة عند النهي. المسألة التاسعة: موجودة عند النهي، هي في نسخة من شرح العمدة كما يقول الصنعاني. عند النهي يعني عند قوله عليه الصلاة والسلام في النهي عن اتخاذ الكلاب. أما في بعض نسخ العمدة موجودة عند الأمر يعني فليغسله سبعة، يريد أن تكون هذه القرينة موافقة أو متفقة مع أمره صلى الله عليه وسلم بالغسل حتى يتحقق أن هذا الاستثناء في محله من الكلاب التي جاء الإذن باقتنائها أو اتخاذها. نعم. أحسن الله إليكم. المسألة التاسعة: الإناء عام بالنسبة إلى كل إناء، أين العموم فيه؟ ما في ألف ولام. إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم الإضافة في كل إناء لكم، هذا عام في كل إناء. طيب، يشمل آنية المياه ويشمل أواني الطعام، فإذا ولغ الكلب في ماء أو ولغ في طعام فهل الحكم واحد؟ هل في فرق بين ولوغ الكلب في الماء أو ولوغه في الطعام؟ يعني عندك طبق فيه أرز أو إدام أو حليب فولغ فيه، فهل حكمه حكم ولوغه في إناء الماء أو الحكم خاص بالماء؟ شوف المصنف الآن نظر إلى عمومين في الأحاديث، أولهما عموم الكلب، وتناول فيه مذهب مالك رحمه الله في تخصيص ذلك العموم بالكلاب المؤذون في اتخاذها. جاء الآن إلى الآنية، هل هو عام في آنية الطعام والماء أم هو خاص بإناء الماء؟ الحديث في لفظه يدل على ماذا؟ على العموم. نعم، الإناء عام بالنسبة إلى كل إناء، والأمر بغسله للنجاسة إذا ثبت ذلك يقتضي تنجيس ما فيه. الأمر بغسله للنجاسة على قول من؟ الجمهور. نعم، حنفية وشافعية وحنابلة. الأمر بغسله للنجاسة إذا ثبت يقتضي تنجيس ما فيه، يعني ينجس الماء الموجود أو الطعام أو الحليب أو الإدام. طيب، فإذا نجس ماذا تفعل به؟ عليك بإراقته لأنه نجس ولا يمكن الانتفاع بماء النجس أو طعام النجس. نعم، الأمر بغسله للنجاسة. والأمر بغسله للنجاسة إذا ثبت ذلك يقتضي تنجيس ما فيه، فيقتضي المنع من استعماله. وفي مذهب مالك قول أن ذلك يختص بالماء. أن ذلك ما هو؟ أن الأمر بالغسل يختص بالماء، غسل الإناء إناء الماء لا إناء الطعام. نعم، وأن الطعام الذي ولغ فيه الكلب لا يراق ولا يجتنب. هذا المشهور والأظهر عند المالكية، أن الطعام الذي ولغ فيه الكلب لا يراق ولا يجتنب. لما؟ ابني على المسألة، ما مذهب مالك في نجاسة الكلب؟ الراجح والظاهر أنه ليس نجسا، والأمر بغسل الإناء تعبدي، إذن ليس للنجاسة بل هو للاستقذار. طيب، والطعام الحليب أو الأرز أو الماء الذي ولغ فيه الكلب لا يكون نجسا، هل يمكن استعماله في الوضوء؟ نعم. هل يشرب من سؤره؟ نعم. يقول مثله مثل الهر ومثل الغنم، إذا شرب من الإناء فإنك تستعمل بقية الماء. هذه حيوانات لم يقم عنده الدليل على نجاسة عينها، فافهم رعاك الله. والأمر بغسل سؤر الكلب تقدم معك النقاش الذي فيه وفهمت ما أخذ كل من الفريقين، والحديث ليس نصا قاطعا يلغي قول من قال بطهارة الكلب
أو طهارة سؤره، يعني بقية ما في الإناء من ماء أو طعام. فلو قال قائل لكن هذا مستقذر والنفس تأباه، هذا شيء آخر. كونك تتركه استقذارا مختلف عن كونك تتركه لأجل نجاسته. فمن لم تستقذره نفسه وطابت له فإذا أراد أن يستعمله استعمله. أما على القول بنجاسته فحتى لو وجد من قال إنني لا أستقذره وسأستعمله يقال له يحرم عليك لأنه نجس. فهذا الفرق بين القولين. قال وفي مذهب مالك، وفي مذهب مالك قول أن ذلك يختص بالماء، وأن الطعام الذي ولغ فيه الكلب لا يراق ولا يجتنب. طيب في مذهب مالك، لما تقدم معك أن الأظهر عنده طهارة الكلب، فقوله هنا في مذهب مالك قول يعني لبعض أصحابه أن النجاسة إن حكم فإنما هو لإناء الماء لا للطعام خاصة. وقد ورد الأمر بالإراقة. وجه الشارح من دقيق العيد رحمه الله في شرحه للإلمام قول مالك بأنه لا يغسل إلا إناء الماء دون إناء الطعام. لماذا فرق؟ قال وجه ذلك بأمرين، أحدهما أنه مبني على تخصيص العام بالعرف. أي عرف؟ قال العرف أن الطعام مصون عن الكلاب محفوظ عنها لعزته عند العرب، فلا يكاد الكلب يصل إلا إلى آنية الماء، فقيد اللفظ بما جرى عليه العرف. وأن قول إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فالمقصود إناء الماء، فخصصه بالعرف. قال الوجه الثاني أن الحديث فيه فليرقه، سيأتيك النقاش حول هذه اللفظة ومدى صحتها. فليرقه، الأمر بإراقة الماء أو الطعام هو بناء على صحة اللفظة التي أمرت بالإراقة في الحديث. قال والطعام لا تجوز إراقته لحرمته ولنهيه صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال. فالمقصود أن هذا توجيه، لأن معنى التفريق بين إناء الماء وإناء الطعام هو لأجل ما سمعت من التفريق. يقول الصنعاني عندي أن الأقرب في العذر لمالك في عدم إراقة الطعام مع القول بأنه تعبدي، قال أن لفظة ولغ لا تكون إلا في الشرب لغة، فإنه قد قال ابن دقيق العيد في شرحه ولغ الكلب في الإناء يلغ بفتح اللام في الماضي والمستقبل جميعا، ولغ يلغ ولوغا إذا شرب ما فيه بطرف لسانه. ونقل عن القاضي أبي بكر بن العربي الولوغ للكلاب والسباع كالشرب لبني آدم. وقال أبو عبيد الولوغ بضم الواو إذا شرب، فإن كثر فهو بفتح الواو ولوغ. قال إذا عرفت هذا فأكل الكلب من الطعام لا يوجب نجاسته عند مالك ولا يوجب إراقته على ما أفاده اللفظ لغة. إذن شرب، لفظ إذا شرب لا يتناول الطعام لأن الطعام لا يشرب. وولغ أيضا منزل على معنى الشرب كما سمعت من كلام أهل العلم. فيقول القرينة الصارفة في التفريق بين إناء الطعام وإناء الماء هو اللفظ شرب وولغ، وهي لا تتناول إلا الماء ولا يدخلها الطعام، فلذلك استثناه مع ما تستصحبه من قوله إن الكلب طاهر فلا يحكم بنجاسة ما يتعلق في الإناء من ماء أو طعام. أما مسألة اللفظة فليرقه زادها مسلم والنسائي، وهو يقول القول كما تقدم بأن الغسل للتنجيس. فليرقه في بعض الألفاظ قال الحافظ ابن عبد البر لم يذكرها الحفاظ من أصحاب الأعمش. ونقل الحافظ ابن حجر عدم صحة هذه اللفظة عن الحفاظ. وقال ابن منده لا تعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم بوجه من الوجوه. قال الحافظ ابن حجر إلا أنها قد صحت بإسنادها إلى أبي هريرة رضي الله عنه موقوفا، وتقدم أنها في إحدى الروايات يعني الإمام مسلم في الصحيح، وعليها شرح النووي. شرح النووي الحديث وقال الأمر بالإراقة، يقول النووي الأمر بالإراقة متفق عليه عندنا، عند من؟ الشافعية. قال لكن هل الإراقة واجبة لعينها أم لا تجب إلا إذا أراد استعمال الإناء؟ فيه خلاف، فقيل تجب فورا وقيل لا تجب إلا إذا أراد الاستعمال، قياسا على سائر النجاسات فإنه لا يجب إراقتها بلا خلاف. انتهى كلامه رحمه الله. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله
وقد ورد الأمر بالإراقة مطلقا في بعض الروايات الصحيحة. نعم، تقدمت الإشارة إليها آنفا. المسألة العاشرة، ظاهر الأمر الوجوب. أي أمر؟ فاغسلوه فليغسله. فاغسلوه أمر صريح، فليغسله مضارع مقترن بلام الأمر، وهاتان من صيغ الأمر، والأمر يدل على الوجوب. نعم. قال رحمه الله: ظاهر الأمر الوجوب. وفي مذهب مالك قول أنه للندب، وكأنه لما اعتقد طهارة الكلب بالدليل الذي دله على ذلك جعل ذلك قرينة صارفة للأمر عن ظاهره من الوجوب إلى الندب، والأمر قد يصرف عن ظاهره لدليل. نعم، ويؤكد هذا قوله إن الأمر تعبدي، وبالتالي فيكون تعبديا وليست للنجاسة، والأمر للندب لا للوجوب. نعم. المسألة الحادية عشرة، قوله بالتراب يقتضي تعيينه. وفي مذهب الشافعي قول أو وجه أن الصابون والأشنان والغسلة الثامنة تقوم مقام التراب، بناء على أن المقصود بالتراب زيادة التنظيف، وأن الصابون والأشنان يقومان مقامه في ذلك. الصريح في الحديث تعيين التراب، فليغسله سبعا، إحداهن أولاهن أخراهن بالتراب، عفروه الثامنة في التراب. النص على ذكر التراب مقصود أم هو إشارة إلى كل ما يتحقق به المعنى من استعمال التراب؟ قال رحمه الله: قوله بالتراب يقتضي تعيينه. وفي مذهب الشافعي قول أو وجه أن الصابون والأشنان والغسلة الثامنة تقوم مقام التراب. الصابون معروف، والأشنان نبات يستعمل بعض ورقه في إضافته إلى الماء فينتج رغوة بالدلك، فهو مثل الصابون، كانوا يستعملونه كثيرا لندرة المواد المنظفة آنذاك، فيستعمل الأشنان ولا يزال عند العطارين مستعملا لمثل هذه الأغراض، خصوصا عند بعض أهل البادية أو لبعض المقاصد المعينة، فله رغوة تستعمل للتنظيف الثياب أو الآنية ونحوها. السؤال: هل التراب مقصود لذاته؟ فماذا لو لم يجد ترابا، كأن يكون في محل ليس عنده فيه تراب، فهل يستعمل الصابون أو بعض المواد المنظفة ذات الرغوة؟ يقول رحمه الله: قوله بالتراب يقتضي تعيينه، لكن عند الشافعية قول أو وجه، والفرق بين القول والوجه أن القول منسوب لصاحب المذهب الإمام نفسه، والوجه منسوب إلى أتباعه وأصحابه ممن يخرج القول بناء على قواعده وإن لم يثبت نقلا أو قولا صريحا عن إمام المذهب، فالقول أقوى من الوجه. فيقول عند الشافعية قول أو وجه أن الصابون والأشنان والغسلة الثامنة إذا لم يجد ترابا يغسل غسلة ثامنة تقوم مقام التراب. هذا هل هو عدول عن النص؟ الجواب لا. قال: بل هو عمل بالنظر إلى المقصود. المقصود بالتراب ما هو؟ حصول التنظيف وزيادته، فإذا عدم التراب يقوم غيره مقامه، فالأشنان والصابون يؤديان ذلك. قال المصنف: هذا عندنا ضعيف. ما هو؟ نعم، أي مادة غير التراب لا تقوم مقامه. وضعفه من أربعة أوجه: ضعف إيراد شيء غير التراب يقوم مقامه في غسل نجاسة الكلاب. نعم. قال: وهذا عندنا ضعيف، لأن النص إذا ورد بشيء معين. هذا أول وجوه الرد. لأن النص إذا ورد بشيء معين واحتمل معنى يختص بذلك الشيء لم يجز إلغاء النص. نعم، هو ذكر التراب، وأنتم قلتم إن المقصود من التراب زيادة التنظيف، ماشي. لما ذكر شيئا بعينه، ذكر الشرع شيئا بعينه، حتى لو احتمل معنى مخصوصا فإن ذلك لا يلغي اعتباره بذاته. النص ورد بالتراب واحتمل التنصيص المعنى الذي ذكرتموه،
لكن هذا المعنى لا يجعل النص ملغيا فيطرح عين التراب لتجعل غيره يقوم مقامه، فيبقى الأصل في التراب ولو احتمل المعنى الذي ذكر. نعم. قال رحمه الله: لأن النص إذا ورد بشيء معين واحتمل معنى يختص بذلك الشيء لم يجز إلغاء النص واطراح خصوص المعين فيه. هذا أول الوجوه كما قلنا في رد هذا القول المنسوب وجها عند الشافعية. والأمر بالتراب وإن كان محتملا لما ذكروه، هذا الوجه الثاني في الرد، الأمر بالتراب. والأمر بالتراب وإن كان محتملا لما ذكروه وهو زيادة التنظيف فلا نجزم بتعيين ذلك المعنى، فإنه يزاحمه معنى آخر وهو الجمع بين مطهرين، أعني الماء والتراب، وهذا المعنى مفقود في الصابون والأشنان. نعم، الشريعة حكمت للتراب بالتطهير وجعلته أحد المطهرين بالتيمم في التراب، ولا شيء من المواد سواه شرع له هذا المعنى. يقول المراد زيادة التنظيف الحاصلة بالصابون والأشنان كمثل الحاصلة بالتراب، يعارضه معنى آخر أن في التراب معنى لا يوجد في غيره، وهو اعتباره أحد المطهرين في الشريعة. ما المطهران؟ الماء والتراب، وهذا لا يتحقق في غير التراب، فهذا جواب ثان. وأيضا فإن هذه المعاني المستنبطة إذا لم يكن فيها سوى مجرد المناسبة فليست بذلك الأمر القوي، فإذا وقعت فيها الاحتمالات فالصواب اتباع النص. هذا الوجه الثالث، أن هذا استنباط، لما قالوا إن المقصود من التراب زيادة التنظيف، هذا لا يعدو أن يكون استنباطا بمجرد المناسبة لا بصريح النص ولا حتى بإشارة النص، فهذا ليس من القوة فيما لو قال النص فاغسلوه بالتراب لأنه كذا، فما لم يصرح النص بالعلة ولا أشار إليها فإن غاية ما فيها تخمين ومحاولة للاجتهاد في ذكر المعنى المناسب، إذن هي مناسبة، فما طالما ذكرت المناسبة فإن اتباع النص الصريح بذكر التراب لعينه أولى، والصواب اتباع النص كما قال المصنف رحمه الله. أحسن الله إليكم. وأيضا فإن المعنى المستنبط إذا عاد على النص بإبطال أو تخصيص مردود عند جمع من الأصوليين. والله أعلم. هذه آخر الأوجه الأربعة التي رد بها الوجه المنسوب للشافعية في قيام غير التراب مقامه في الغسلة الإضافية في نجاسة الكلب. يقول المعنى المستنبط إذا عاد على النص بالإبطال أو بالتخصيص فهو ممنوع عند جمع من الأصوليين، وفي بعض نسخ الإحكام عند جميع الأصوليين، والصواب كما قال المصنف رحمه الله إنها اضطراب تعدد نسخ، والمقصود إن هذا المعنى المستنبط أي معنى يستنبطه الفقيه إذا كان من آثار هذا الاستنباط العود إلى النص بإبطاله بالكلية أو تخصيصه ببعض أفراده فإن هذا ضعيف. إن عاد المعنى المستنبط على أصل النص بالإبطال فهو ممنوع باتفاق، وإن عاد عليه بتخصيص فهو ممنوع عند كثيرين من الأصوليين أو عند المحققين منهم. ففي الجملة أي اجتهاد في النص يعود هذا الاجتهاد والمعنى المستنبط بالعقل يعود إلى أصل النص بتخصيصه أو بإبطاله وإلغائه فذلك في غاية الضعف. مثال ذلك، لما اختلف الفقهاء في تعليل علة الربا في الأصناف الربوية الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح، ما علة منع بيعها بجنسها مع التفاضل أو مع النساء مع التأخير؟ اختلف الفقهاء، فمن قائل بأنه الكيل أو الطعم أو الوزن، لما قال الحنفية تحريم أو تعليل تحريم الربا في الأصناف الأربعة بالكيل أخرج اليسير الذي لا يكال لقلته، يعني الحفنة من البر أو مقدار قبضة الأصابع لا تكال، فإنها لقلتها وكونها لا تدخل في الكيل يمكن أن يقع فيها التفاضل ولا يكون ربا عنده لعدم تحقق العلة، فإن علة الكيل ومقدار الحفنة لا يتحقق فيها الكيل، فيجر الربا في اليسير من تلك الأصناف لعدم تحقق العلة. فهذا مثال لعلة عادت على أصلها بالتخصيص وهو قوله البر بالبر
والشعير بالشعير والتمر بالتمر، فيدخل فيه القليل والكثير، لكن العلة جعلت الداخل في النص بعض أفراده وأخرجت بعضه، فكان تخصيصاً لهذا العموم بعلة مستنبطة. وهم يقولون العلة المستنبطة إذا خصصت أصل النص في عمومه فإنها مردودة، أما إذا عادت عليه بالإبطال فتلك بلا خلاف هي مرفوضة عند العلماء. يقول هنا: هم عندما جعلوا الصابون والأشنان من المعاني التي جعلوا فيها مساواة التراب في جواز قيامها مقام التراب، فهي معنى مستنبط، فسيعود على النص بإبطاله بأن يستغني الغاسل عن التراب فيقوم مقامه الصابون والأشنان، فعاد إلى هذا المعنى الذي ذكره هو زيادة التنظيف، انتهى بهم إلى إبعاد التراب واستخدام غيره، فعاد على الأصل بالإبطال أو التخصيص، وقال هذا ممنوع عند جمع من الأصوليين. فجعل الأوجه الأربعة تأكيدا على تضعيف القول بأن غير التراب يقوم مقامه. انتهى هنا ما أورده الشارح رحمه الله تعالى في تعليقه أو شرحه أو إملائه على حديث أبي هريرة وعبد الله بن مغفل رضي الله عنهما في مسألة نجاسة الإناء بولوغ الكلب أو بشربه من الإناء، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. ولنختم الدرس بما جرت العادة به بالنظر إلى بعض التطبيقات الأصولية لدلالات الألفاظ من هذا الحديث. قوله إذا شرب الكلب، صدر الحديث بهذه الأداة الشرطية وهي إذا، وهي تدل على معنيين: أحدهما الشرط الذي لا يتحقق جوابه إلا بتحقق شرطه، والثاني العموم. فأما المعنى الشرطي فإنه لا يجب الأمر فليغسله إلا إذا وقع الشرط وهو إذا شرب. فأما إذا اقترب الكلب من الإناء وحام حوله أو شمه بأنفه فإنه لا يتحقق الشرط، لأنه لم يشرب ولم يلغ، فلا يتحقق الأمر فليغسله. إذن لك أن تقول لا يتحقق الأمر أو وجوب الغسل إلا بتحقق الشرط وهو الشرب أو الولوغ. من أين جئنا بهذا؟ من الشرط إذا، وهذا لا يتحقق فيه الجواب إلا بتحقق فعله. قلنا المعنى الثاني في أداة الشرط هنا العموم، إذا شرب يعني كلما شرب، وهذا كما قلت لكم يدخل فيه سائر الأزمان، فلا فرق فيه بين إناء وإناء وبين كلب وكلب وبين حال وحال، فكل وقت يشرب فيه الكلب من الإناء يتحقق فيه المعنى المذكور آنفا. وقلت لكم إن هذا أيضا من القواعد الأصولية في ارتباط تعلق الفعل بتعلق شرطه، الأمر بالغسل من نجاسة الكلب مرتبط بحصول الفعل المذكور فيه، وهو قوله إذا شرب فليتحقق فيه معنى التكرار. القاعدة نعم، وهي من المسائل التي ذكرها الفقهاء. من يقول إن الحكم تعبدي، وهو من المالكية والظاهرية، الحكم تعبدي وليس لعلة النجاسة، تفرع على القول بأن العلة تعبدية جملة من الفروع والمسائل، منها أن الحكم لا يتعدى إلى ما لا يسمى ولوغا، كما لو مس الكلب ثوبا أو جسدا أو متاعا أو عض صيدا أو وطئ برطوبة بدنه بساطا أو ثوبا. فلو جاء ولعق يدك أو ثوبك أو فراشك الذي تجلس عليه فليجب غسله؟ من يقول إن المعنى تعبدي، لا، من يقول المعنى تعبدي سيجعله مختصا بالإناء، ومن يجعله لعلة التنجيس يسري ذلك على كل شيء يصل إليه لعاب الكلب ولسانه. من يقول إن المعنى تعبدي يخرج كل ما لا يسمى إناء، كما لو سال لعاب الكلب أو لعق بقعة من الأرض أو يد الإنسان مثلا. والعكس، من قال إنه تنجيس فإنه يسري عليه الحكم ويجب الغسل. من قال إن العلة تعبدية لو أدخل الكلب جزءا من أجزائه كيده أو رجله في الإناء أو في الماء، أدخل يده أو رجله أو طرف ذيله، فهل يجب الغسل؟
من يقول إن العلة تعبدية لا يجب الغسل لأنه مرتبط بالشرب والولوغ، ومن قال إن العلة تنجس، نعم، لأن الكلب كما قلنا عندهم نجس كله من باب أولى. من قال إن العلة تعبدية، إذا ولغ الكلب في الإناء مرتين فأكثر فهل يغسل لكل مرة سبعا أم تكفي غسلة واحدة للمرتين؟ فيه اختلاف، فمنهم من يقول يغسل لكل ولوغ سبع غسلات، وتنفرد كل مرة من مرات الولوغ باستحقاق سبع غسلات، فإذا ولغ مرتين كم سيغسل؟ 14 مرة، وإذا ولغ 10 غسل 70 مرة، وعند بعضهم بل يغسل 7 من جميع ولوغه. يتفرع عنها مسألة أخرى، إذا ولغ جماعة من الكلاب في إناء فهل يغسل لكل واحد 7 أو للجميع؟ أيضا فيه اختلاف عند الشافعية والمالكية. ومن المسائل كذلك، من قال إن غسله تعبدي فإنه يناسبه إيجاب غسل الإناء على الفور، وفي كلام بعض المالكية تخريجا على قاعدة أن الأمر المطلق يقتضي الفور. في الحديث أيضا قوله صلى الله عليه وسلم الكلب، وهي أداة عموم، وتقدم أنها على عمومها، وخص منها المالكية الكلاب المأذون باتخاذها لقرينة، وهي الإذن بالاتخاذ. في قوله صلى الله عليه وسلم في إناء أحدكم، فيها عمومان، أينهما؟ عموم إناء بالإضافة، إناء أحدكم، والثاني أحدكم كل واحد منكم. إذن كل الآنية تدخل فيه صغيرة كانت أو كبيرة، هل هي آنية الطعام والماء؟ تقدم لكم فيه الخلاف، ومن خص إناء الماء دون الطعام وهم قول عند المالكية، ذكر لكم توجيه ذلك بعلتين، احترام الطعام أو ندرة وصول الكلاب إليه وسائر ما تعلق به من معنى. لكن العموم في قوله إناء أحدكم، يعني في كل إناء لأي أحد منكم، تبقى الإضافة هنا والتخصيص بها غير مقصود. في إناء أحدكم، طب لو ولغ الكلب في إناء غيرك نفس الحكم، فإذا هذا التخصيص بالإضافة ليس مقصودا، إنما يراد به العموم، في إناء أحدكم فالحكم واحد. طيب فليغسله صاحب الإناء أيضا لا يختص الأمر به، مع أن الضمير يعود إليه، يعود إلى صاحب الإناء، في إناء أحدكم فليغسله، لكن هذا غير مقصود، بل المقصود بالأمر بالغسل لكل من يريد استعمال الإناء. قوله عليه الصلاة والسلام فليغسله، تقدم أنه أمر مضارع مقترن باللام يدل على الوجوب، وحمله المالكية على الندب بأي قرينة؟ بأي قرينة؟ لشيئين، أن الكلب عندهم طاهر، وأن الأمر هنا تعبدي ليس لعلة التنجيس، فكان الأمر عندهم محمولا على الندب، والتقييد بالعدد 7 مما يتقوى به القول بأنه تعبدي. وقال الجمهور وإن كان الأصل في النجاسة معقول المعنى فلا يعارضه أن يكون تحديد العدد في التفصيل غير معقول المعنى ويكون تعبديا. الرواية الثانية لم تختلف عنها كثيرا، إذا ولغ الكلب في الإناء، إذا أداة الشرط يتحقق بها معنى ارتباط الفعل الجواب بفعل الشرط، والعموم في الزمان، وكذلك تكرر الأمر بتكرر الشرط. الكلب بالعموم كما تقدم، وتخصيصه عند من قال به، الإناء كذلك بالعموم فاغسلوه 7، كذلك الأمر الصريح هنا بالغسل المحمول على الوجوب عند الجمهور وعلى الندب عند المالكية للقرينة التي تقدمت. قوله وعفروه 8 بالتراب، فيه ثلاث مسائل، الأمر بالتعفير صريح في أن التراب مقصود بذاته غسلة مستقلة، والمسألة الثانية هل هي غسلة ثامنة؟ الظاهر يقوي ما ذهب إليه الحسن البصري والإمام أحمد في رواية حرب عنه، ومن ترك الغسلة الثامنة ترجيحا للروايات الأكثر المحدودة ب7 تأول الثامنة، قال ابن دقيق العيد بوجه فيه استكراه تقدم ذكره. المسألة الثالثة أن التعفير بالتراب تقدم صفته وكيفيته، وأنه يصلح أو يصح أن يطلق على إحدى الصيغتين، إيراد الماء على التراب والتراب على الماء فيكون تكديرا واستعمالا له، أو ذر التراب على المحل المراد غسله
المراد غسله، ثم إراد الماء عليه فيحصل به المراد بالتعفير. وتقدم في كلام الشارح مزيد من التفصيل المليء بالفوائد. نسأل الله لنا ولكم علما نافعا وعملا صالحا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.